السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لافيتين. لافيتين هي واحد لانغريديون انديسبونسابل عند لي شيف باتيسي، فهي كتستعمل في جميع انواع لي ديسير، مع لي موس كنرفقوها مع لي غلاس، في لي غاتو بريستيج، في لي انتر ميديانا. فهي ديك المكون اللي كيعطينا القرمشه في الديسير ديالنا، فكيتباع بهذا الشكل هذا في المحلات التجاريه الكبرى ولا عند موالي الحلوه، فهما كيبيعوه بالكيلو. يعني معروف هو باسم لافيتين ولا لافيونتين. كيف ما كنعرفوا انه غالي، فانا وياكم غادي نصاوبوه بمقادير بسيطه وموجوده في كل دار. يلا اجيو معي. عندنا هنا 50 غرام ديال الزبده تكون واخده درجه حراره المطبخ، 80 غرام ديال الدقيق الابيض ما يعادل كاس الا ربع ديال العنبه، 40 غرام ديال السكر غلاسي ما يعادل ربع كاس، وجوج بياض ديال البيض يكونوا من الافضل كبارين شي شويه. دونك فواحد الاناء غادي نديروا الزبده ديالنا، الا كان البرد فكندخلوها للفران ولا الميكرو اوند حتى كتطلق شويه راسها، وعاد كنديروها في الاناء ديالنا وكنضربوا بواحد الطراب يدوي بهذا الشكل هذا مزيان حتى تندمج لينا داك الزبده مع السكر غلاسي. كنضيفوا الدقيق يكون مغربل مع قبيصه ديال الملحه وكنحركوا مزيان. فانا نسيت ما قلت لكمش اني درت واحد الساشي ديال الفاني، يمكن لكم ديروا لوزيس ديال الحامض. دونك كنبقاو كنحركوا حتى كتندمج، وكنزيدوا بياض البيض كنحركوا مزيان 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 باقصى سرعه عندنا حتى كنحصلوا على هاد لا تيكستور تقريبا. فوالا، دونك غادي نوجد انا لي تابي ديال السيليكون ديالي، يمكن لكم ديروهم على ورق الطبخ يكون مدهون بشويه ديال الزبده ولا بشويه ديال الزيت. وغادي ديروا قياس واحد الملعقه، غادي نطاليوها بواحد لاسباتول مزيان كيف كتشوفوا معايا. اللي ما عندهمش لاسباتول فيمكن لهم يديروا غير باليدين ديالهم. كيف ما كتشوفوا ان عندي لاباط رقيقه رقيقه بزاف لدرجه انها كترجع ترانسبارونت. فانا الفران ديالي سخنته من قبل من الفوق ومن التحت على 200 درجه، يعني الفران خاص يكون سخن جدا. غادي نبقى ندير بحال هذا الشكل هذا حتى نكمل، وغادي نبقى ندخلهم الفران ديالي. فوالا شوفوا الشكل ديالهم كيف كيجي بحال هكذا. فانا غادي ندخلها الفران من 5 حتى 10 ديال الدقائق. ها هي ديفا جبتها، فالشكل ديالها كيكون هو هذا. كنخليها تبرد كنعاود ندير وحده اخرى. انا هنا درت يعني انا الغرض ديالي هو لافيتين تكون مقرمشه، يعني غادي نصاوبها في لي ديسير ديالي. فالهدف ديالي انا نديرها بحال هكا ومن بعد غادي نهرمشها بحال اللي كتشوفوا معايا دابا. دونك غادي نبدا نهرمشها، فهي مقرمشه لذيذه بزاف. بعدا ما يمكنلكمش تكونوا كتقرمشوا وما تاكلوهاش، سي جوست با بوسيبل. دونك كتجي رائعه جدا جدا، كيف كتسمعوا لو كروستيون مسموع في لا فيديو. فاش كنساليو لي كريب دونتيل كاملين ديالنا كنديروهم في واحد القريعه ديال الدجاج وكنخبعوهم، كيبقاو حتى لثلاثة ديال السيمانات ما كيبقاو لهم حتى حاجه. فاش شفناهم انهم رطابوا لينا نوعا ما، فكندخلوهم للفران يكون سخون وكنعاودو نخرجوهم نخليهم يبردوا، فكيرجعوا مقرمشين كيف ما صوبناهم النهار الاول. دونك كنكملوا لاباط اللي بقات لنا، كيف قلنا من 5 حتى 10 ديال الدقائق الفران يكون سخون. اللون خاصو يكون ذهبي بهذا الشكل هذا. فانا غادي نكمل وغادي نوريكم الا بغيتو تشوفوا كيفاش كنلويهم على لاسباتول. فانا كنديرهم بهذه الطريقه، كندخلهم الفران كنخرجهم هما سخونين، كنبقى كنلوي فيهم واخا كيحرقوا في اليدين، ولكن كيجي المنظر ديالهم جميل بهذا الشكل هذا. فعندي انا اهم حاجه في لافيتين هي نهرمشها باش نديرها في لي زونطرومي ديالنا. فعلى فيديو الجايه ان شاء الله غادي نقدم لكم هذا الكاتو رويال كيف كتشوفوا. فانا زينتو بلافيونتين ولا لافيتين. الى عجبتكم هذا الفيديو ديروا جيم وبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم، وتابونا في لاشين بالضغط على الصوره ديالي الموجوده على يمين الشاشه. فباقي بزاف ديال لافاسات ان شاء الله اللي غادي يعجبكم. الى اللقاء.